نسمع صار في قبلي. نعم. كيفاش تقيموا؟ مؤسف مؤسف ويستوجب منا وقفة وعميقة. ماهيش قضية واحد تغرق ولا عركة ولا خصومة ولا رزق في أرواح عزيزة على أهلها وماليها وعزيزة على التونسيين، هذا يعالج بالطرق المعقولة. اليوم احنا في ردود أفعال وتصرفات تنم على أن وراء الأكمة ما وراءها، يعني النفوس الآن قاعدة تمتلئ، وأخشى ما أخشاه أن قاعدين نعانيه في فترة من الزمن قاعد تتحلل فيها الرابطة الوطنية، لأن المواطنة ووراها الوطنية تقتضي أنه فما التصرفات عند الشدائد لا نتجاوز حدودها. اليوم يبدو أن فما قلوب معبية، يبدو أن ساعة من عملية الهجرة هذه اللي قاعدة تكثر في الشباب متاعنا، فما نقطة استفهام كبيرة يجب تفهمها الطبقة السياسية ويفهم المشتغلين بشأن العام. ما هيش قضية خصاصة فقط ولا قضية وضع اجتماعي متردي، وإنما بداية تحلل الرابطة، رابطة المواطنة والوطنية لتربطنا بالأرض التونسية.